لسه مكملين معاكم يوم سعيد من داخل مكتبة الإسكندرية. والحقيقة أن القطاع اللي هنتكلم عنه دلوقتي قطاع مهم جدا، لأن دوره تعزيز الموارد اللي بتدخل لمكتبة الإسكندرية للاستفادة الأكبر منها. مشرفني دلوقتي دكتور محمد مجدي عقل، رئيس القطاع المالي والإداري بمكتبة الإسكندرية. أهلا بحضرتك يا دكتور. ويوم حضرتك سهلا. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بك. يعني لو اتكلمنا عن دور القطاع المالي والإداري في المكتبة، خلينا ناخد الشق المالي. الموارد اللي بتدخل للمكتبة من التذاكر فقط، ولا في موارد أخرى؟ وكيفية تعظيم هذه الموارد لاستثمارها الأمثل في دعم وتطوير المكتبة؟ يمكن أنا عايز القطاع المالي أو الإدارة المالية التابعة للقطاع المالي بتشتغل على مجموعة من المحاور. المحور الاولاني زي ما حضرتك قلتي اللي هو تعزيز الايرادات. انا يعني بندور على المجال اللي يسمح لي ان انا اعزز ايرادات المكتبه. تذاكر دخول المكتبه دي جزء صغير جدا منها. في عندنا ايجار قاعات للمؤتمرات، في عندنا بوك شوب بنبيع فيه اصدارات المكتبه والاهداءات، في عندنا العلاقات مع الجهات الاخرى سواء خارج مصر او داخل مصر، بنتلقى منهم هبات وتبرعات. العلاقة الأساسية أو المصدر الدخل الرئيسي بتاعنا بيبقى من خلال الدولة، من خلال موازنة الدولة بتسمح لنا بجزء عشان نصرف منه أو ننفق منه على أنشطة المكتبة. المحور الثاني اللي بشتغل عليه تخفيض الإنفاق. تخفيض الإنفاق ده موضوع مهم جدا، لأن ما بيتعملش بشكل مفتوح، لأن لو خفضت الإنفاق هأثر على النشاط. أنا مش عايز أثر على النشاط بتاعي، عايز النشاط بتاعي يفضل مستمر في حدود إنفاق يسمح أن أنا أخش على المحور التالي اللي هو الاستدامة. يمكن الدكتور أحمد زايد وجه من ساعة مجال مكتبة أن احنا نحافظ على الاستدامة. أنا عندي مش مشروع أعمله أو نشاط أنفذه، لا، ده أنا محتاج أن أستمر السنة دي والسنة الجاية والسنين اللي بعدينا، ونخدم الأجيال اللي بعدينا كمان، وأطور وأقدم خدمات مختلفة. الخدمات اللي بنقدمها في القطاع المالي بتنحصر في المشورة، لأن أنا موظفين المكتبة أو جميع العاملين فيها بيحتاج مشورة مالية أو إدارية بحيث أنه هو يمشي في الطريق الصحيح أما بيجي ينفذ المعاملات بتاعته. طيب احنا لما عملنا جولة كده جوه المكتبة او داخل المكتبة، الحقيقة يعني ما حسناش ان فيها عدد من الموظفين مهول. ويمكن قبل ما نبدأ تسجيل حضرتك قلت لي تتخيلي الرقم ايه، انا قلت رقم قليل جدا عن الرقم اللي موجود. عدد موظفين المكتبة كام، وايه الادارات اللي هم بيعملوا فيها، والآلية اللي بيتم من خلالها اختيار هؤلاء الموظفين؟ طيب احنا المكتبة بتتخطى 2000 موظف تقريبا. العدد جزء منه بيعمل في موضوع البحث العلمي، جزء منه في المتاحف زي متحف المخطوطات ومتحف الآثار، جزء منه في العلاقات الخارجية بتاعتنا. القطاع الهندسي والقطاع المالي بيقوموا بخدمة المكتبة. عندنا قطاع الاي تي بيقدم جزء منه خدمة للمكتبة وجزء تاني بيعمل مشروعات خارجية. عندنا اماكن خارج المكان اللي احنا فيه، عندنا مركز توثيق التراث في القاهرة، عندنا بيت السناري، قصر خديجة، اماكن كتير بتخدم فيها المكتبة. فالعدد ده يعني يدوب يعني حقيقي. وكفاءة بقى أو المهارات اللي بيتم من خلالها اختيار الموظفين شركاء النجاح في مكتبة اسكندرية. بص حضرتك، احنا عندنا إدارة للإتش آر، إدارة قوية جدا في المكتبة. احنا بنختار الموظفين من خلال طبعا التعيينات، فترة وجود تعيينات بتبقى من خلال لجان، واللجان خارجية مش لجان من داخل المكتبة عشان يبقى فيه شفافية كاملة. بنحط معايير لاختيار الموظف سواء الشهادات او اللغة او استخدامه للحاسب الآلي. المعايير دي مع الخبرات طبعا اللي بتبقى موجودة عنده بنحاول ننتقي اكفأ ناس موجودين في المتقدمين لينا يعني. طيب يعني فكرة برضو تعظيم الموارد المالية في الاستدامة زي ما حضرتك ذكرت، ازاي ممكن من خلال هذه الفكرة
يتم التطوير بشكل أكبر للقطاع المالي كمان داخل المكتب. احنا في القطاع المالي انا عايز اوضح بس احنا مجموعة من الادارات، من ضمنها الادارة المالية ده جزء، وفي ادارة الشؤون الادارية، وفي ادارة النقد والخزينة، وفي قاعة المؤتمرات، في مجموعة كبيرة قوي من الادارات اللي موجودة داخل القطاع المالي. بدأنا في التطوير من فترة، يمكن احنا اول مؤسسة بنشتغل بنظام اللاورقي او البيبرلس. احنا بنتعامل مع اجهزة الحاسب الالي كلها، ما بنتعاملش بورق خالص. بنحاول الموظفين اللي موجودين عندنا ياخدوا تدريبات سواء خارج المكتبة او داخل المكتبة، بحيث ان هو يوصل لأعلى درجة من الكفاءة، ومستمرين يعني مزيد من الاستمرار طبعا، ويعني التقدم لمكتبة الإسكندرية. شكرا جزيلا دكتور محمد مجدي عقل، رئيس القطاع المالي والإداري بمكتبة إسكندرية. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، وأهلا بيكم في المكتبة. أهلا بيكم. احنا لسه معاكم في يوم سعيد، مكملين جولتنا داخل مكتبة الإسكندرية. استنونا.